السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو متنوع اللي غادي ندير معكم فيه براوني بالشوفان، وغادي نشارك معكم بعض المشتريات من شيئين، كذلك غادي نشارك معكم بعض المقتطفات والخرجة معايا. فانا هنا غادي نشارك معكم براوني بالشوفان. بالنسبة للمكونات، انا عندي هنا زلافة تاع الشوفان ما يعادل 3 كيسين ديال الهبة، عندي هنا كاس إلا ربع ديال الزبدة وكاس إلا ربع ديال العسل وجوج معالق كبار ديال الكاكاو مور، عندي هنايا شوكولا حبيبات وجوج ديال البيض. وعندي بالنسبة للمكسرات، أنا هنايا درت الكركاع سريعة، وعندي هنايا واحد فاني وجوج خمارات حمرين. دابا غادي ندوزو لطريقة التحضير. عندي هنايا جوج ديال البيض، غادي نزيد عليه كاس إلا ربع ديال الزبدة لي ذوبتها من قبل، غادي نخلطهم مزيان على هاد الشكل هادا، تينسجمو ليا. فأنا هنايا من بعد ما ضفت البيض والزبدة، دابا ضفت ليه كاس إلا ربع ديال العسل. بالنسبة هنايا العسل، هاد كاس إلا ربع اللي ضفت أنايا مجانيش حلو، إلا بغيتو البراوني ديالكم يجيكم حلو من الأحسن ديرو جوج كؤوس ديال العسل. اللي ما عندوش العسل يمكن أنه يعوضو بالسكر، أنا ضفت ليه العسل باش يجي يعني صحي 100%. فهنا غادي نخلط المكونات كاملة بالشكل هذا، من بعد غادي نضيف ليه جوج معالق كبار ديال الكاكاو مور، فأنا هنا من بعد ما ضفت الكاكاو مور، دابا غادي نضيف خمارات جوج، جوج خمارات حمرين وواحد فاني، وغنعاود نخلط المكونات كاملة مزيان بهاد الشكل هذا. ومن بعد غادي نضيف ليه الشوفان، غنضيف نصف الكمية، بالنسبة للشوفان ما تاخدوش الشوفان لي وراق كبار، خدو لي متوسط أو لا صغير، هو لي كيجي زوين في البراوني ديالنا. غادي نخلطهم مزيان بهاد الشكل هذا، من بعد غادي نضيف نصف الكمية الثانية كامل، نعاود نخلطهم مزيان، ومن بعد في الأخير أنا غادي نضيف المكسرات اللي عندي. يمكن لكم تضيفوا لي اللوز أو التمر أو الزبيب، يعني أي حاجة عندكم موجودة عندكم في الدار يمكن لكم تضيفوها لي. أخير غادي نضيف الشوكولا حبيبات، نعاود نخلطهم كاملين، تنخلطهم مزيان ونخليهم يرتاحوا لمدة ربع ساعة،
هنايا من بعد ما ارتاح لي الخليط ديالي لمدة ربع ساعة، فأنا هنايا عندي زلافة درت فيها شوية ديال الماء، هكا كندهن يديا باش ما يلصقش ليا القوام في يدي، باش انا تساعدني نديرهم على شكل كويرات على الشكل هذا كما كتشوفوا. فانا هنايا غادي نمشي لنفس الطريقه تكمل كاع الكميه اللي عندي، غادي نشكلهم كامل على شكل كويرات على الشكل هذا. وفي نفس الاثناء انا شعل الفران على 120 درجه، تعيل الفوق والتحت، من بعد ما غادي نكمل الكميه كامله مباشره غادي ندخلهم للفران. بالنسبة للطياب كيف تشوفهم تحمروا من تحت، سوف يخرجوهم ويبان لكم شويه شويه من الفوق، سوف يخرجوهم من الفران غادي يبانوا لكم بحال ما طيبين شو وراه طيبين، حتى يبردوا ديك الساعه تحيدوهم من لاطا ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، فكنتمنى انه ينال الاعجاب تاعكم وتشربوهم، فهم صحيين بزاف بزاف، خصوصا الناس اللي دايرين ريجيم، مشبعين ومفيدين وصحيين. نشارك معكم بعض المشتريات من شيئين، فأول حاجة اللي غادي نشاركها معكم اللي هي الكسيوة، هادي هي كسيوة يعني صيفية، الثوب ديالها بارد كما كتشوفوا، كتجي بالسطيفات هكا من الفوق حتى لتحت، كتجي كلوش من التحت يعني واسع من التحت وزوينة، حتى الالوان ديالها كما كتشوفوا راه كلشي باين لكم في الفيديو. بالنسبه للكمام عندها سطيفات فيها لابوند من هاد الشيء هادي من التحت، الكسيوة التانية كتجي على هاد الشكل هذا، فحتى هي كتجي في سطيفات من الفوق حتى لتحت كما كتشوفوا، بصراحة ثوبها بارد ورطب يعني خفيف صيفية، كتجي بالسميطة ديالها عكس الأولى. وكتجي هكا مطروزة من الفوق بهذا الشكل هذا، وفيها طريزات من جي تاع الشيوب جوج. وبالنسبه للكمام كتجي مجموعه حتى هي من الكمام بهذا الشكل هذا، اما بالنسبه للكسيوه الثالثه والاخيره بالنسبة لهاد الكسيوة هادي التوب ديالها تشين يعني ماشي بحال الاخرين، التوب تاعها شوية واقف، كتجي حتى هي نفس الشكل ديال الاخرين، حتى هي بسطافي بسطيفات من فوق تال تحت، والكم كيما كتشوفو نفس التانية حتى هما مجموعين، وعندها باش عجبتني هنايا عندها الشيوب، عندها جوج تاع الشيوبة، صراحة هي زوينة بزاف. غادي ندوزو لآخر مشتريات ديالنا ديال اليوم، فهنايا خديت هاد الساعة هادي وهاد لي بانسو هادو ديال المكياج، صراحة رطبين كما كتشوفو، يعني ماشي دوك الفرشات لي حرشين، وبالنسبة للحجم تاعهم الحجم تاعهم صغير، كنجيو 10 البياسات هنايا. وهنايا غادي نخليكم مع بعض المقتطفات والخرجة معايا.